السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة، درس جديد من دروس اللغة العربية فرع النصوص بعنوان فضل العلم. احنا عارفين ان النصوص عندنا ممكن تكون قرآن، وده كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد، ممكن يكون النص ده حديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون شعر، ممكن يكون نثر. نص النهاردة حديث شريف من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نقرأ النص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نتعرف على المعاني المهمة والأسئلة اللي ممكن تيجي على الدرس ومواطن الجمال. أول حاجة في النص بيقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، بيقول من سلك طريقا، سلك يعني اتخذ أو صار، وعكسها توقف. من سلك طريقا، طريقا يعني سبيلا، وجمعها طرق. يبتغي، يبتغي يعني يطلب ويريد، وعكسها يترك ويزهد. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريق. سلك يعني سهل ويسر، وعكسها عسر. سلك الله به طريقا إلى الجنة. بيقول لنا اللي بيخرج في طلب العلم ربنا بيسهل له طريق للجنة، والجنة هي دار النعيم، عكس الجنة النار أو الجحيم، وجمع الجنة الجنات والجنان. وإن الملائكة، من هم الملائكة؟ مخلوقات من نور، مخلوقات نورانية لا يعصون الله، وعكس الملائكة الشياطين، ومفرد الملائكة الملك والملاك. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، تضع يعني تبسط وتخفض، وعكسها تضم وترفع. لا تضع أجنحتها، مفرد أجنحة جناح، لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، يعني رضاء يعني تكريما وتقديرا، وعكسها سخطا وغضبا. رضاء لطالب العلم، الملائكة نفسها راضية عن طالب العلم، بتبسط أجنحتها رضاء تكريما له، تكريما لطالب العلم. وكلمة العلم يعني المعرفة، وعكس العلم الجهل. طب ايه مواطن الجمال المهمة اللي ممكن تيجي على الجزء ده؟ لما يجي يقولك من سلك طريقا يبتغي فيه علما، ده أسلوب شرط بيفيد التشويق والترغيب والتشجيع في طلب العلم. من هنا اسم شرط بيفيد العموم والشمول. من سلك طريقا يبتغي، ويبتغي ده فعل مضارع، وأي فعل مضارع في مواطن الجمال بنقوله أن فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، الاستمرار في طلب العلم. وعندنا هنا برضو كلمة طريقا دي نكرة للعموم والشمول، وكلمة علم نكرة، نكرة للتعظيم. من سلك طريقا يبتغي فيها علما، اللي هيخرج في طلب العلم ربنا هيسهل له طريق للجنة، سلك الله به طريقا إلى الجنة. ده هنا بيشبه العلم النافع بطريق يؤدي إلى الجنة. طب التعبير ده علاقته ايه باللي قبله؟ بيقول لك اللي هيخرج في طلب العلم هتكون ايه النتيجة؟ ربنا هيدخله الجنة. يبقى علاقته باللي قبله نتيجة لما قبل. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها، ده أسلوب مؤكد بإن واللام، إن الملائكة واللام اللي في كلمة تضع، يبقى ده أسلوب مؤكد بإن واللام، وبيدل على رضا الملائكة عن طالب العلم. إيه الأسئلة اللي ممكن تجيلنا برضو على الفكرة اللي موجودة قدامنا؟ مين راوي الحديث الأول؟ أبي الدرداء رضي الله عنه. ما ثواب من خرج في طلب العلم؟ ممكن السؤال ده يجيلك بطريقة تانية ويقولك كيف رغب الرسول في طلب العلم، أو ما ثواب من خرج في طلب العلم؟ هنقول له يسهل الله له طريق إلى الجنة، تكرمه الملائكة وتعتني به وترفع من مكانته. هناخد برضو في الفكرة اللي جاية إن يطلب له المغفرة من في السماوات ومن في الأرض. وبرضو السؤال لو جه يقولك ماذا يبين لنا الرسول في هذا الحديث؟ يبين لنا فضل العلم وأهمية الخروج في طلب العلم. تعالوا مع بعض نكمل النص. بيقول وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني يستغفر يعني بيطلب له المغفرة، يطلب له المغفرة، من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد، يعني ايه فضله؟ يعني منزلته ومكانته
وجمعها أفضال وفضول، وفضل العالم على العابد. من العابد؟ العابد الذي يتفرغ للعبادة، وجمع عابد عبد وعبد وعباد. طب ومين أفضل، العالم ولا العابد؟ لا، العالم أفضل لأنه بيفيد نفسه وغيره، أما العابد فعبادته بتنفعه فقط لنفسه فقط. فضل العالم بقى على العابد كفضل القمر على سائر، يعني باقي بقية الكواكب، جمع سائر سوائر. بيقولنا أن العالم أفضل من العابد، وبيشبه العالم بالقمر الذي ينير الطريق ويهدي الناس، فهو أفضل من غيره. إيه مواطن الجمال اللي ممكن تيجي برضو هنا؟ إن العالم لا يستغفر له، اسلوب مؤكد بإيه؟ برافو، اسلوب مؤكد بإن واللام اللي في كلمة يستغفر، وهنا برضو تعبير بيحث بيشجع على طلب العلم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض. طب السماوات والأرض بينهما، برافو، بينهما تضاد، الاثنين عكس بعض، بينهما تضاد. طب التضاد أثره إيه في المعنى؟ يؤكد المعنى ويوضحه. حتى الحيتان في الماء، طب بيدل على ايه التعبير ده؟ ده تعبير جميل بيدل على حب وتقدير جميع المخلوقات لطالب العلم. وفضل العالم على العابد برضو لما يجي يقول لك الجمال فيها، احنا قلنا هنا بيشبه العالم بالايه؟ برافو، يشبه العالم بالقمر. طب والعابد؟ ويشبه العابد بالكواكب. وده بيدل على ايه؟ بيدل على ان العالم له مكانة كبيرة وانه افضل من العابد، وفيه تعظيم لمكانة العلم والعلماء. طب ايه الاسئله اللي ممكن تجي لنا برضه هنا لما يجي يقول لك ما ثواب من خرج في طلب العلم؟ احنا حليناها، ان الله يسهل له طريق الى الجنه، 2 تكرمه الملائكه وتعتني به، 3 يطلب له المغفره من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. سؤال تاني لما يجي يقول لك علل تقديم العالم على العابد في الفضل والمنزله والمكانه، هنقول له لان العالم بيفيد نفسه وغيره، اما العابد فعبادته بتنفعه فقط، عبادته لنفسه فقط. تعالوا مع بعض نكمل بقيه النص، بيقول ان العلماء ورثه الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلماء ورثه، يعني ورثه اللي هو من يتولى نشر العلم بعدهم، مفرد ورثه وارث. الاب بيورث امواله لمين؟ لابنائه. يبقى مين ورثه الاب؟ الابناء. هنا بقى العلماء الورثه، بس بيورثوا مين؟ الانبياء. طب بيورثوا عنهم ايه؟ بيقول ان الانبياء لم يورثوا، يعني لم يتركوا، عكس يورثوا يرثوا. الاب بيورث انما الابن بيرث، يبقى عكس يورثوا يرثوا. لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعني دينار ودرهم دول نوعين من العمله، اموال. ان الانبياء لم يتركوا لنا اموال، انما الاب بيورث لابنه مال. لا، هنا الموضوع مختلف، الانبياء لم يورثوا مالا، لم يورثوا دينارا ولا درهما. جمع دينار دنانير، جمع درهم دراهم، والدرهم اقل من الدينار، يعني بيقول لك ان الانبياء لم يتركوا لنا مالا سواء كتير او قليل. طب تركوا لنا ايه؟ بيورثوا لنا ايه؟ انما ورثوا العلم، ورثوا يعني تركوا، تركوا لنا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. اخذ به يعني انتفع به او عمل به او لزمه، وعكسها اعرض عنه او فرط فيه. من اخذ به أخذ بحظ وافر، حظ يعني نصيب، وجمعها حظوظ، وافر يعني كامل أو كثير أو نافع، وعكسها قليل. إن العلماء ورثة الأنبياء، ده تعبير جميل وأسلوب مؤكد بإن، وفيه تعظيم لمكانة العلماء. وفي الأسلوب ده اختص العلماء بالذكر لأنهم الأقرب والأحب للأنبياء، ولأنهم من يتولوا نشر العلم بعد الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا، ده برضو أسلوب مؤكد بإن، بيؤكد على قيمة العلم. ولم يورثوا ده أسلوب نفي، بينفع عن الأنبياء أنهم يورثوا أو يتركوا أموالا. ودينارا دي نكرة، ودرهما دي نكرة، نكرة للتقليل، لم يتركوا لنا أموالا. أمال تركوا لنا إيه؟ تركوا لنا العلم. إنما ورثوا العلم، ده أسلوب مؤكد بإنما، وبيشبه العلم بشيء مادي يورث. وبيقول لنا بقى اللي بياخد العلم اللي بيطبقه في حياته ده اللي بيفوز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، دي برضو علاقتها باللي قبلها، دي نتيجة لما قبلها. اللي هينتفع بالعلم هتكون النتيجة ان هو خد النصيب الكبير نتيجة لما قبله. وهنا برضو بيبين فضل العلم وأنه المكسب الحقيقي للإنسان. أخذ بحظ وافر، كلمة حظ هنا نكرة، نكرة للتعظيم. لم يورثوا وورثوا، دول عكس بعض، نقوله بينهما تضاد يؤكد المعنى. والسؤال اللي ممكن يجي لنا هنا لما يجي يقولك ما ميراث الأنبياء؟ الأنبياء بيورثوا إيه؟ لا، مش مال. ما ميراث الأنبياء؟ هنقوله العلم. ومن يرثه؟ هنقوله العلماء. طيب ما الصلة بين العلماء والأنبياء؟
ايه العلاقة اللي بينهم؟ هنقول ان العلماء ورثة الانبياء. نركز في السؤال اللي جاي ده، اشار الحديث الى نوعين من الميراث، فما هما؟ هنقول له ميراث العلم وميراث المال. طب ايهما افضل؟ هنقول له ميراث العلم. طب لماذا؟ لو قال لك وضح الفرق ما بين ميراث العلم وميراث المال وايهما افضل، هنقول له ميراث العلم افضل لانه باق ومستمر مع صاحبه. لما نيجي نفرق ما بين ميراث العلم وميراث المال، هنقول له ميراث العلم باق ومستمر مع صاحبه حتى بعد موته، وبيكون سبب في دخوله الجنة، وبيعود بالنفع عليه وعلى غيره. اما ميراث المال فهو زائل وفاني، ويعود على صاحبه فقط، وبيحرم منه بعد موته. طب العلم اللي بيقصده النص هنا علم الدنيا ولا علم الآخرة؟ علم الدنيا والآخرة، العلم النافع علم الدنيا وعلم الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة. دعمك ليا ودعمك للقناة إنك تشترك في القناة وتضغط لايك للفيديو وتشارك الفيديو لكل أصحابك عشان يستفادوا. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.